بنشكرك جزيل الشكر يا فندم. زي ما حضرتك اوضحت احنا فعلا عندنا تحدي، لكننا بفضل ربنا وتكاتفنا قادرين او قادرين على مواجهه اي تحدي باذن الله. هنروح لقصه الحقيقه بتهم معظم الساده المشاهدين. سعر الذهب، سعر الذهب في البورصات العالميه تراجع خلال تداولات النهارده، لكنه في طريقه الى تسجيل ارتفاع للاسبوع الثالث على التوالي لغايه النهارده. والحقيقه يعني تراجع الذهب جه بعد او بهدف عمليات جني للارباح بعد تسجيل المستوى التاريخي يوم الثلاثاء اللي فات، وبتظل العوامل اللي بتدعم ارتفاع الذهب متواجده في الاسواق. يعني النهارده مثلا اوقيه الذهب على السعر العالمي سجلت 2735 دولار، وده الحقيقه يعني رقم كبير جدا، وكمان سجلت 2723 دولار، والنهارده زي ما قلت لحضراتكم بيتداول عند 2726 دولار للاوقيه. امبارح سجل اعلى مستوى عند 2743 دولار للاوقيه. خلال الاسبوع سجل الذهب اعلى مستوى تاريخي له، او الاسبوع اللي فات، ووصل سعر الاوقيه 2758 دولار. العوامل اللي بتدعم اسعار الذهب انها ترتفع لسه موجوده، وموجوده بشكل كبير جدا في كل الاسواق، زي مثلا استطلاعات الراي اللي اظهرت ان الانتخابات الامريكيه بتشهد تنافس كبير جدا، وناقص تقريبا اسبوعين على الانتخابات اللي المفروض تكون يوم 5 نوفمبر. والحقيقه كمان التقارب بين المرشحين للرئاسه خلى التنبؤ باللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه حاجه صعبه جدا، وفي حاله من عدم اليقين في الاسواق الماليه. الامر كمان بيتزايد في الطلب على الذهب كملاذ امن ضد اي مخاطر. كمان الذهب يعني من الممكن انه يتخطى ال 2750 دولار للاوقيه، وللحقيقه يعني وضعته يعني المؤسسات العالميه كانت بتقول ان الذهب عمره ما هيعدي ال 2750، لكنه ارتفع وكمان في طريقه انه يسجل 2800 دولار للاوقيه. والحقيقه كمان عايزين نقول لحضراتكم انه في توقعات بوصول سعر الذهب في 2025 ل 3000 دولار للاوقيه. وطبعا التوترات السياسيه اللي موجوده في العالم كله خصوصا في منطقه الشرق الاوسط احد اهم اسباب انه اسعار الذهب في العالم ترتفع بشكل كبير جدا. على المستوى المحلي سعر الذهب بيشهد تذبذب، وده الحقيقه يعني النهارده عيار 21 الاكثر شيوعا وتداولا في جمهوريه مصر العربيه سجل النهارده 3730 جنيه للجرام. عشان نفهم ايه اللي بيحصل في سوق الذهب وايه اللي بيحصل في مصر، بينضم الينا عبر الهاتف الدكتور ناجي فرج، مستشار معالي وزير التموين لشؤون صناعه الذهب. نرحب بحضرتك يا دكتور، واهلا بيك في وطن الرقم. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بحضرتك. احنا بنعتذر طولنا على حضرتك شويه، لكن احنا دايما بنسعد يعني بوجود حضرتك معانا. منور الدنيا كلها يا فندم. دكتور احنا حابين نفهم ايه اللي بيحصل في سوق الذهب عالميا وماذا عن السوق المصري؟ ما يحدث في الاسواق هو انعكاس للاجواء السائده عالميا، وكما تعلم من التوترات على اشدها، خاصه الحروب القائمه في منطقه الشرق الاوسط، وايضا الحروب الاقتصاديه الموجوده عالميا ما بين الولايات المتحده والصين. صحيح. مما يدفع البنوك المركزيه وبقوه الى اللجوء الى الملاذ الامن الذهب، ورفع الاحتياطي الاستراتيجي لهذه الدول خاصه الروسيه والصينيه والاتحاد الاوروبي وامريكا التي تملك اعلى احتياطي ذهبي على مستوى العالم. فده بينعكس بقوه على السوق خارجيا. الأونصة لأول مرة بتسجل 2755 دولار في تاريخها، السعر ده لم يسجل من قبل. وده الكلام اللي احنا بنقوله قبل كده، ان الذهب ليس عندنا سقف ولا اند بوينت لارتفاعات، هو مرآة لما يحدث في العالم. وأيضا انعكس هذا محليا بوصول الذهب ل 3750، لكن حصلت بعض التذبذبات والتراجعات البسيطة ل 3730 تقريبا، 3730. وده ما يعتبرش كمجمل عام، لا يوجد انخفاض، بل بالعكس ما بين سنويا هتلاقي زيادة وزيادة محترمة. إذا يا دكتور حضرتك بترى إن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار أو الحفاظ على قيمة الفلوس؟ أكيد طبعا، على مر العصور هو الذهب هو الملاذ الآمن، والذهب هو يعتبر هو العملة العالمية الوحيدة المعتمدة
في جميع أنحاء العالم. عظيم. ودايما البنوك المركزية بتسعى بقوة، ومنها البنك المركزي المصري بيعمل بقوة على رفع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب، خاصة إن الإنتاج بعض البنايم زاد 30%، وده ادى انعكاس قوي جدا، والمصريين حريصين على اقتناء الذهب خاصه بصوره السبائك والجنيهات للادخار. فنقدر نقول ان هم في الربع الاول من هذا العام اشتروا حوالي 27,000 طن، منهم سبائك وجنيهات 13 طن. اما العام الماضي فكان نفس المده 35 طن منهم 18 طن سبائك وجنيهات. يا سلام، ده المصريين عندهم ذهب كتير ما شاء الله. المصريين تعودوا ان في ناس كتير، يعني طبعا بنشكر الحكومة جدا جدا على القطاع البنكي والمصرفي الناجح جدا، وان بالفايدة جيدة جدا بيستفيد منها الاف الناس. صحيح. لكن في جزء كبير لا يعني لا يتقن سوى انه يشتري خاتم وحلق وهويشة، يحافظ على قيمة فلوسه، بالنسبة له بيبقى كأن ادخاره. طيب. وهو بيجد فيه فايدة كبيرة. طيب دكتور، احنا يعني كون حضرتك مستشار معالي وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، حابين حضرتك تكلمنا عن التطورات اللي بتقوم بيها وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير صناعة الذهب في مصر. هو منذ ان تولى الاستاذ الدكتور شريف فاروق مسؤولية الوزارة، وهو يعني حريص كل الحرص على تطوير قطاع الذهب من حيث الخدمات النوعية والكمية، وبحيث ان احنا نرتقي بالمنتج المصري ليصل الى المنتج العالمي، وتطوير من كافة النواحي، من كافة طرق الدمغ الحديثة، طرق الشاشين الحديثة. وبإذن الله صناعة الذهب في مصر، وأنا هنا بحب أتكلم وأقول صناعة الذهب، الذهب صناعة وليس رفاهية وليس كماليات، هو ليس كماليات للحكومات وأيضا للأفراد. فالحكومات بتحرص البنوك المركزية بقوة على اقتنائه، وأيضا الأفراد، لأن الذهب هو الأقرب في لأي وقت ان انت تسيله في اي وقت لو احتجت اي فيه. تمام دكتور، والنبي يعني وجود حضرتك معانا مهم جدا، حابين حضرتك توجه رسالة لكل مشاهد لقناة الحدث اليوم وبرنامج وطن رقمي، يشتري ذهب ولا ينتظر ولا يعمل ايه؟ يعني دي رسالة حلوة حضرتك. شراء الذهب في اي وقت، يعني حضرتك مثلا بتقول الذهب وصل 3750 تراجع 10 جنيه، في ثانية واحدة ممكن تلاقي الأسعار اعتدلت، بل بالعكس نحن لا نعلم، خاصة مع قرب الانتخابات الأمريكية ولا أحد يعلم ما هو مين اللي هينجح، وسياسة عدم اليقين والتحوط ضد المخاطر بتدفع بقوة زي ما قلت لحضرتك. أصل الناس يا فندم، يعني معلش مع كامل احترامي للانتخابات الأمريكية والمنافسة وعدم اليقين في أمريكا، الناس مش فاهمة ده بيأثر علينا إزاي، فاحنا بس عايزين نوضح للناس انه الانتخابات لا بيأثر على عايزين نوضح لهم ده. معلش يا دكتور، بيأثر على البورصات العالميه بقوه، الذهب بيرتفع ارتفاعات يعني قفزات قويه جدا في الخارج، وبينعكس هنا على السوق المحلي، وهنا لولا ان في اتزان في الاسواق وفي وفره في المعروض كان الاسعار راحت في حته ثانيه، ارتفعت ارتفاع، انما يوجد وفره في المعروض ومن السبائك لجنيهات لمشغولات. صحيح. والحمد لله كميات محترمه جيده جدا، ولا يوجد اي عجز في اي جهه، وده بينعكس، انما اللي عايز يشتري في اي وقت حبيبي. بنشكرك جزيل الشكر الدكتور ناجي فرج، مستشار معالي وزير التموين لشؤون صناعه الذهب. والحقيقه انا كمان عايز اتوجه بالشكر للسيد معالي وزير التموين الدكتور شريف فاروق على جهوده الكبيره في تطوير